بحجمه الهائل صنف كثان أكبر مبنى طيني في حضرموت، قصر الرناد في مدينة تريم، من أشهر القصور التاريخية القديمة بالمحافظة. شيد القصر في زمن ما قبل الميلاد، مؤرخون يرجحون أنه من أقدم مقرات السلطة والحكم في العالم، وما زال يتعاقب عليه الملوك والحكومات حتى اليوم. طبعا يعد قصر الرناد بتريم الذي كان يسمى قديما بحصن الرناد أو مصنعة الرناد. هذا الحصن طبعا يعود تاريخه بحسب المؤرخين إلى حوالي القرن الرابع قبل الميلاد، أو بعض المراجع الأخرى أيضا بعض المصادر الأخرى تقول أنه إلى 400 عام قبل البعثة المحمدية، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا وهو مقر للحكام، إذ أن كل الحكام الذين يأتون الحكم تريم كانوا يتخذون من قصر الرناد مقر للحكم. سنلاحظ مثلا أيام الدولة الزيادية اتخذت من قصر الرناد مقر الحكم. القصر يتكون من 6 طوابق، ومن يدخله كأنه رأى المدينة بأكملها، حيث أنه يتوسط المدينة شامخا ويطل عليها، واشتهر بزخرفته ونمطه الذي جمع في تفاصيله بين البناء الحضرمي واليوناني والآسيوي. نحن الآن مع مجموعة من الأخوة من مدراء المكاتب التنفيذية بمديرية تريم ندوم في هذا القصر التاريخي الذي تعاقبت عليه أجيال متعاقبة، يعني من ما قبل الميلاد من أيام قصر الرناد، وما بعد تم تأهيل القصر هذا في عهد سلطان الكثيري وكان مقر للحكم، وبعد الاستقلال الوطني تم كان هذا القصر مقر لمركز تريم في إطار مديرية سوان. في كان في الفترة السابقة كان تريم تسمى مركز تريم. الحضارمة طوال القرون المنصرمة عكفوا على زخرفته وترميمه ليظل حصنا وقصرا شامخا ومعلما سياحيا وثقافيا ومركزا للحكم المحلي في المدينة. منذ العهود القديمة ما زال قصر الرناد بتريم مقرا للسلطة والحكم، وما زال محافظا على طابعه الفاتن ومكانته العظيمة. محمد بحبين، الغد المشرق، تريم.